وبنهاية صباحنا لليوم كنا بمدينة حلب وبالأعمال التطوعية الخيرية لشهيق سفير، ورح نبقى أيضا بختام صباحنا لليوم لنروح لمبادرات جديدة. اليوم الفرق التطوعية قديم هم يا هايدي أكيد وقدي أثبتت عملها على الأرض خلال الأيام والسنوات الماضية. أكيد مشكورة جهودهم كلياتهم، قدموا كل الدعم والمساعدة اليوم بهي الأيام وبالظروف الصعبة اللي عم يمروا فيها الناس، ومنهم فريق مجد التطوعية اللي كان لهم مبادرات جدا جميلة على الأرض وكانت متنوعة، وفي منها بعضها هيك شوي غريب وكنا نشوفهم بكثير من المعارض والبازارات متواجدين. صحيح. رح نروح لنتعرف عليهم أكثر ونحكي عن هاي المبادرات. وضيوفنا لليوم هنين الأستاذة غالية الطباع مؤسس فريق مجد 2020 التطوعي، والأستاذ أبدشي. صباح الخير غالية أول شيء. صباح النور. كل عام وأنتي بألف خير. وأنتي بألف خير. سعد عليكم وعلى كل متابعي الاخباريه. شكرا. ايضا بدي رحب بالاستاذ شفيق حسن وحضرتك من المنظمين في فريق مجد التطوعي 2020. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. اهلا وسهلا فيكم غالي. خلينا نبلش معك، يعني قبل شهر رمضان مبارك حكينا عن مبادره فريقكم، خلينا نرجع نذكر اكثر ونعرف اكثر عنكم. هلا فريقنا هو تاسس على اساس حمله لزراعه مليون شجره بسوريا، ودائما نحن انه بحب عيدها لهالكلمه انه نحن بنزرع بالارض وبنزرع بالانسان. حلو. فلما ما يكون في عندنا زراعه بنكون عم نحاول نعمل شغلات حلوه. طبعا الحمد لله سوريا مليانه هيك اشياء، يعني مثل ما كنتوا عم تحكوا قبل بحلب بحمص وين ما كان، يعني في فعل خير والمجتمع الاهلي عم يشتغل شغل كثير كثير حلو. يعطيهم الف عافيه كل المؤسسات والجمعيات والفرق التطوعيه. اكيد اليوم تعودنا عليكم نحن بهدول المبادرات اللطيفه، والتقينا نحن وانتم بكثير من الفعاليات كنتوا متواجدين، لكم انه انتم اليوم شو عملكم هون؟ تقولي لي نحن على طول لازم نعزز هي الثقافه، كنتوا بمعرض الزهور وكنتوا مصرين على نشر هي الحمله. رح ننتقل لعندك نحكي عن المناطق اللي غطيتوها. المناطق اللي غزيناها هي دمشق وريف دمشق بالكامل تقريبا. خليني اقول لك كنا عم ندور وين في اشخاص محتاجين، خاصه هلا يعني كثير عالم محتاجه، فنحن كنا نلم حالنا ونطلع على مناطق معينه بالريف الدمشقي ونطبخ لهم خلال شهر رمضان. تماما. وبليله القدر ليله 27 كان في تحضيرات لكم، خلينا نوضح اكثر غاليه. كمان بليله القدر عملنا، هلا نحن كنا عم نحاول مره ندفع ديون عن الناس بهدول المناطق ومره انه نلم اغراضنا وطبخاتنا ونروح لعندهم. وصدفت كمان ب 18/3 برمضان كان ذكرى وفاه والدتي الله يرحمها، فحبينا نعمل تعيشوا حبايبي، فحبينا نعمل شيء لكل الكائنات، للشجر وللحيوانات وللإنسان بنفس اليوم. فقلنا لحالنا بما أنه شهر خير ورمضان الخير وهيك، فأنه نهتم بكل شيء. الحمد لله يعني كان يوميته هو سقى الشجر معنا، كنا مجهزين نص الشجر ولكن شارك معنا الحمد لله. وكمان طعمينا الحيوانات الموجودة بالأماكن الفقيرة والتعبانة لأنه هن أرواح، ونحن فريق إذا بيهتم بالشجر أكيد بده يهتم بكل الكائنات الحية ونحس فيها. ورمضان قولي كان هو مسؤول عن النشاط تبع رمضان. طيب رح نرجع لعندك كونه حضرتك كنت المسؤول، لو عم تحكوا عن مبادرات جدا جميله ولطيفه وتحمل الخير لكل الناس، ولكن هي المبادرات بحاجه لتنظيم وتقسيم الفريق، تقسيم المهام، خلينا هيك نحكي معك اكثر. اول شغله بدي اشكر فريق التنظيم اللي معي كلهم، ما فيني اذكر اسمه لانهم كثير كثار. نحن اول شغله لما بنطرح اي فكره تمام، فنحن عندنا جروب خاص فينا نحن كالمنظمين، فكل شخص بيستلم مهمه. مثلا انا كان علي تامين اللوجستيات كاملا كالغراض، شخص ثاني عليه تامين المنطقه، تامين اللوكيشن، تامين الطبخ، المعدات كامله، الشخص الثالث بده يامن مواصلات المتطوعين. فكنا لما بعد ما نشبك مع المنطقه ونشبك كنا مع بعض، مثلا فرضنا مثل اخر نشاط عملناه هو بحرستا. فنحن شبكنا مع حرستا، مع جمعية حرستا ومع فريقنا، نظمنا شو هي الأكلة. كانت وقتها كانت كبسة وجاج، ففي أشخاص كانت مسؤولة عن تأمين الجاج، أشخاص عن الرز، أشخاص تأمين المواصلات. فنحن ما بنوصل كمان بوقت اللوكيشن اللي بيكون في نحن في أشخاص، شي تقطيع، شي تنظيف، شي جلي، شي هي. الشيء المميز فريقنا أنه كلهم إيد واحدة. يعني صح مثلا نحن بنقسم المهام، ولكن لما شخص يخلص شخص ثاني بيروح بيساعده، لانه اساس فريقنا هو عباره عن المحبه يعني. فهي العقليه اللي بتجمعنا كثير انه هي المحبه، وعندنا هدف انه نحن بسواعد ايدينا كنا مع بعض بنقدر ننمي الشيء. مثل ما قالت غاليه انه نحن اذا عم نهتم بالشجر فكيف انسان؟
نحن بنحب نهتم بكل شيء، شجر، حيوان، بشر، انسان، اي شيء تماما، كائن حي عم بيتنفس. رمضان قد ما حكينا عنه هو جدا شيء متعب، جدا شيء متعب وشيء صعب، وكثير احيانا بنواجه صعوبات بظروف طقس او متطوعين عندهم امتحانات، فبس ما فيك تقولي لا، لانه هو شهر واحد خلال هي السنه. ونحن اساسا مبادرتنا الشخص الواحد عندنا بفريق مجد هو عباره عن 100 شخص. حلو. فانه اذا بدنا نطلع شخص تماما، اذا بدنا نطلع شخص او حلو شخصين. حلو الثقه غاليه، قد ايه حلو اليوم الثقه عن جد. اليوم عن جد عم تشتغلوا من قلوبكم وناجحين، يعني ضحكت غاليه. لا حلو الثقه عن جد، لانه يعتمد عليهم. مثلا في عندنا مثلا بيكون نقص بشغله، بتلاقي كل الفريق اوكي بدكم رز، عندنا نقص بالرز، كل واحد جايب كيس رز كيس رز، يعني تلاقي مع بعضنا انه صار 80 كيلو، عرفتي هيك لحالهم هدول. فالحمد لله يعني. فخاصة بليلة القدر أنا أطلقت عليها اسم مجانين 27 بسبب السنة الماضية. نعم. السنة الماضية نحن تقريبا طلعنا 5 طن لمقام 40. 5 طن. 5 طن. 5 طن. طلعنا على مقام 40 لفينا. جايبة 5000 كيلو سمون، 5000 كيلو معروف كذا، فنحن كنا 25 متطوع. ولكن كان تحدي لإلنا. نحن حنقدر نساوي نطلع كل هدول وفوق ما في حدا، بس إنه قررنا نطلع نلف نجهز وجبات السحور. وننزل نوزعهم. فلما أنجزناها أنا قلت لهم أنتم مجانين 27، يعني. فصارت بكل ليلة قدر قلت لهم أنه أنتم مجانين 27. هاي الليلة كانت شوي بدها تفقس، يعني ما في نقدر لنجهز لها، فقلت مستحيل نحن مجانين 27 بدنا نساويها. وبالفعل قبل الليلة بساعات غالية حكيت معها، قلت لها النشاط حيتنفس وأمور كلها جاهزة، كيف شلون؟ قلت لها ما في كيف، ما في شلون. شيف عندكم شيف؟ هلا لحتى كمان نتشكر عالم تانيين كانوا معنا، كل منطقة حدا يفتح لنا بيته، مثلا واحدة اسمها أميزان، أنا والله علي جرة الغاز، كلكم تجوا لعندي، جنناها. هي تطبخ مثلا من الصبح لبليل، مثلا ما في حلة كبيرة، تضل تطبخ واقفة على رجليها، طنجرة وطنجرة هيك تعبيهم كلياتهم. الله مثلا حرستها كمان هن من عندنا الغاز ومن عندكم المدري شو، فعالم تفتح لنا بيوتها بس تعالوا، يعني أنتم منكم الأغراض، نحن منا هيك، هي مش شيف من عندنا. فكل مرة يطلع عندنا شيف طيب اكثر من الثاني. هي كانت كثير شطوره، وفي شيف كمان تبع حرس لشاطه طيب. باقي انتوا للفادنا مره ثانيه. يعني كثير مهم اليوم هي التشاركيه مع المجتمع الاهلي والمحلي اليوم لحتى يكمل العمل. خلينا نوضح غاليه، كان في شيء صعوبات او تحديات واجهتكم اليوم خلال المبادره؟ اكيد دائما في تحديات، بس مثل ما قال لك يعني هن عن جد ما شاء الله كثير مخهم فليكسبل شباب الفريق. شو ما بتحطي لهم تحدي، شو ما بتحطي لهم قصه، بيعرفوا يلفوا ويستفيدوا من هالقصه لتطلع لا بالعكس لصالحنا اكثر. فيعني حتى التحديات صار ممتع حلا احيانا، يعني يمكن التحديات هي اللي عم تعمل هي النجاح العمل. ايه التحدي يعني اكثر لك انت انه نحن ايجابيه، يعني دائما نحن بنقول الغيره حلوه، ولكن وقت بتكون ايجابيه بتكون سبب بنجاح. نحن هلا بعيد الفطر السعيد، عملتوا شيء؟ اشتغلتوا شيء؟ حاضرين شيء في فيما بعد بعد العيد؟ طبعا اكيد اكيد بالعيد محاضرين. اليوم عنده اصرار شفيق، يعني شفتي شفيق؟ خلوني بس اعلق لكم شغله، هو شاب معنا بالفريق وقت الزلزال فات على فريقنا. بدي اترحم على والدته الله يرحمها. بالزلزال كان عم نشتغل وكذا، بنفس اليوم هو عم يشتغل معنا توفت والدته صبيه ما فيها شيء. راح شفيق راح كلياتهم على اساس يعزوه، ما لقيته غير راجع. قلت له شو عم تعمل هون انت؟ قال الدنيا زلزال وبدي اشتغل وانا امي هيك بترضى. بنفس اليوم كان راجع وعم يشتغل ويلم للعالم، يعني كثير عنده ايمان بالعمل التطوعي. الحمد لله الحمد لله، لانه التطوع بيمشي بدمي بصراحه. حلو. وغالية عرفتنا عن مفهوم أكثر شو هو خدمة التطوع، يعني إحنا ما كنا نجهل للأمانة. بمناسبة العيد نحن محضرين شيء للعيد، أنا بس بدي أشكر فريق التنظيم بالذات لأنه هن اللي اقترحوا هاي الفكرة، المدام آلا، الأنسة زينب، الأنسة ليال، الدكتورة دانا، إيناس، دانيا، هبة، اقترحوا فكرة. تماما هدول هدول بالذات. قلتهم كلهم هدول بالذات اقترحوا فكرة إن إحنا نروح عند فاقدي الرعاية للبنات. فهو ان شاء الله النشاط حيكون ثالث يوم العيد، حنكون نعمل لهم فطور جماعي، حنجيب هيك فطاير خفيفه نتروق كنا الصبح ومعمول وعصير، ونعمل لهم انشطه. حلو. يعني قيد الدراسه هلا بالتنظيم. وشيء اكيد في شخص ما فينا ننساه، ابراهيم.
ابراهيم هو المسؤول الاداري والتنظيم وكل شيء ابراهيم يعني. أكيد نوجه تحية لكل فريق العمل، يعطيكم ألف عافية. غالية، لما نقول مجد 2020 من هذاك الوقت لهلأ، شو اللي تغير اليوم؟ شو اللي الجديد يلي عم تقدموه اليوم ضمن المبادرات؟ خلينا نضحك. يعني الحمد لله أنه سنة عن سنة عم نقوى أكثر، عم نتماسك أكثر، عم نعرف نوصل لأهدافنا أكثر، عم نعرف نطبخ أكثر مثلا، هي ما كنا شاطرين فيها أول سنة. أخيرا تعلمت الرز، يعني هي كانت دائما تطلع معي مخبوس ومدري شو، وقف الفريق عطون لأنه عذرنا نطبخ. إيه والله عن جد كانت يعني كثير في ناس حلوة، أصدقاء فريقنا يلي دعمونا بهذا رمضان، قاسم، كريم، محمود، في كتير عالم معنا بالفريق يعني من فريقنا ومن أصدقاء الفريق ساعدونا أنه عن جد نتفش ونقدر نعمل شيء حلو. وريم وما بدي أنسى حدا يعني. أكيد تحياتنا لكل حدا اليوم شارك ولو بجزئية جدا صغيرة بهذا الفريق. أنتوا اليوم فريق وليس جمعية، يعني اليوم نحن في دعم بداية عم يجيكم معي، عم اقول لك اصدقاء الفريق عم بتشكرهم لانه هن من فريقنا. على هاي النقطة ابوها للبنت مثلا، ابوها لايناس ساعدنا مثلا، الدكتور كريم، قاسم عندهم كمان هون، خلينا نقول يعني الدعم ذاتي ذاتي طبعا ممنون من الفريق التطوعي اللي حوالين الفريق. هل ولكن تقبلوا يمكن إن إذا حدا حبي يشارككم حبي يدعمكم؟ يعني أكيد إذا من رف يعني من أصدقاء الفريق أو من طريق فريقنا، أي بس يعني تعرفي قانونيا ممنوع إنه ناخد تبرعات، وشفتي أكثر من جمعية صار عندهم مشاكل بهدول الأشياء. فنحنا كفريق تطوعي بس يعني عنا شغلة بنتمنى نطرحها عن طريق الإخبارية، إنه نحنا كنا موجودين قبل، حابين نوصل أصلا لكل سوريا. هلأ شوي بقوانين الفريق التطوعي لازم تضلي بمدينتك مثلا دمشق وريفا، فإن شاء الله يعني قولي وزير الشؤون كتير حباب يعني إذا حكيناه بتخيل ممكن يتفهم، بس حبيت كمان نطرح هاي النقطة إن شاء الله. تمام. صوتك شفيق، خلينا نوضح اليوم عددكم ضمن الفريق، في تخصصات معينة، في شروط بتطلبوها اليوم للانضمام لإلكم للمؤسسة والفريق؟ طبعا أكيد أكيد، نحن عددنا بالفريق تقريبا شي 90 شخص للمية. في عنا أقسام، في سوشيال ميديا، في ديزاين، في تنظيم، في إدارة، في تصوير. هلا شروط اهم شغله، اهم شغله انا بالنسبه لي، انا هي اللي بحب مشي على الفريق، هي العقليه تكون مؤمن بالشيء اللي عم تساوي. يعني احنا مثل ما تغير هدفنا، الهدف الاساس للفريق هو زراعه الاشجار، ففي كثير اشخاص بتستخف انه شو زراعه اشجار، فاهم شيء تكون مؤمن بالفكره اللي انت فيها، هي نقطه. النقطه الثانيه، انا اي شخص بفوت على الفريق بقول له انه مرحبا فيك بروح الاخوه. نحن حرفيا فريق مجد هو مو بس فريق، هو عائله. يمكن قد ما حكينا قد ما حاولت اعبر لك بالشعور، هو شيء لا يوصف. اداري يا شفيق اليوم كانه شوي قاسي يعني، صح؟ حرفيا قيادي عمل لك تنظيم ملك اللوجستيه. حرفيا نائله، والشيء اللي بيخلينا ننجح هو الحمد لله النيه الصافيه، ما في حدا عنده نيه مزغزغه. والشيء الثاني المحبه، المحبه يعني ما في مثلا انت تنظيم، انت اداري، انت سوشيال ميديا، انت متطوع، لا ابدا، كلنا بقض الميدان، كلنا واحد، كلنا اخوه، ايدينا بايدين بعض، غير هيك ما بننجح، مستحيل. طبعا بدنا نتشكر حضوركم اليوم، وبدي اقول لكم هيك شكرا لكل شيء عم تقدموه ورح تقدموه. تحياتنا لكل الفريق، كرمال ما حدا ننسى حدا بالاسم، للجميع، لكل حدا اليوم شارك بمجد 2020 وقدم الدعم ولو بشيء جدا بسيط. شكرا لكل الايادي البيضاء اللي كانت ممدوده لكم ولباقي المبادرات والجمعيات. شكرا لك لحضورك اليوم. شكرا لك استاذ شفيق، خليك يعني اداري شفتي لي يا شفيق، القادم افضل دائما بقولهم. ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وفي شغله صحي لاحظتوا، ما بعرف اذا كل العالم، انه الخير فعلا في خير برمضان، انه هذا الشهر فيه كانه انرجي، طاقه غريبه، انه لما بنوزع الوجبات او نعمل ما بيخلصوا الشغلات، حتى لما كانوا عم يوزعوا لبعض العائلات مساعدات مبارح ما يخلص، يعني توزع 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 تحسي عم يزيدوا الشغلات. الحمد لله. فانه حلو انه تستغلي هالاربع جمعة تركزي انه تساعدي كتير كتير فيها وكل السنة. اكيد. بالختام غالية وشفيق، شكرا لكم ولوجودكم معنا لليوم، وكل عام وانتم بخير.